السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كنوز مصرية. برنامجنا بيهتم بمجالات كثيرة نذكر منها الزراعة والصناعة والتعليم والرياضة والفن. حلقتنا اليوم هنتكلم عن أحد الفنون الجميلة، مطرب جميل مشرفنا، المطرب الفنان مراد. نتكلم مع حضرته النهاردة، بس بعد الفاصل هنسمع ليه حاجة كده نسلطك بيها حلقتنا من الأول ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الأغنية الجميلة اللي على صد النهضة، رجعنا تاني للفنان الكبير اللي نورنا النهاردة. ربنا يخليك يا أستاذة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وكلامك جميل وأغانيك أحلى. ربنا يخليك. أنتوا كفاية مقابلتكم الجميلة، وبشكر حضرتك وإطلالتك الجميلة على الشاشة وقناة الصحة والجمال بعد التطوير، لان انا كنت اتشرفت استضافوني في القناه بس من سنين طويله قبل ما هاجر او قبل ما اسافر بره. طيب. بس انا شايف ما شاء الله في تقدم وحاجات جميله جدا، بهني الاداره عليها حقيقه يعني. شكرا لحضرتك على الملاحظه الجميله دي، ويسعدني طبعا تشكيرك، واسعد اللي حضرتك معانا النهارده. عرفنا طبعا عن حضرتك وعن شغلك خارج مصر، نستفيد منك اكتر. ربنا يخليك يا استاذ. انا مروان مراد، مطرب مصري ومعتمد في نقابه الموسيقيين، ولكن انا سافرت بره بقالي سنين طويله جدا يعني، فعشان كده ممكن ما اكونش فيمس في مصر شويه. تعرف ظروف كورونا وظروف العالميه، يعني يا رب يرفع عننا وعن مصر البلاء وعن العالم كله يا رب. قولي امين. اللهم امين. قول انتوا كمان امين. طيور كتير مهاجره رجعت زي ما انت عارفه، فقلت فرصه ان انا اعمل حاجه لبلدي، خصوصا في الظروف اللي احنا بنمر بيها ديت. فحصريا ليكي بقى في حاجات كده هنتكلم فيها جميله وطنيه، وده وقت كل فنان وكل انسان مصري على ارض مصر او بره مصر في مكانه ان يؤدي واجبه اتجاه مصر في الظروف اللي بتمر بيها مصر دلوقتي. اكيد طبعا. لازم بقى بما ان في حصري وفي حاجات كتيره وفي البوم جديد، لا لازم نسمع حاجه من حضرتك في اول الحلقه كده. طيب. وكون لسه نازله لينا بقى وللبرنامج. يبقى احنا دلوقتي ممكن نسمع او نشوف مع بعض حاجه من الالبوم الجديد، غنوه مش كل الناس. ايوه، حصري لكنوز مصريه. حصري لكنوز مصريه. ماشي. ايوه طبعا. طيب ممكن نخليهم يكلموهم في الاعداد يعرضوها. طبعا اكيد. مش كل الناس طلعوا ولاد ناس، كلمات الشاعر صلاح عطيه، الحان الموسيقار سيد راضي، وتوزيع الفنان مش موجوده حكيم. عندنا الاغنيه دي مش موجوده. مش كل الناس مش موجوده. مش كل الناس مش موجوده. طيب. فيش أغنية تانية؟ في أغنية طبعا. خلينا، هي كويس انها مش موجودة على فكرة. ليه بس؟ اقول لك ليه. اتفضل. احنا هنحاول نعرف وقت البرنامج بتاع حضرتك، على قد ما هو جميل على قد ما هو صغير. تمام. والوقت بتاعه قصير، فاحنا هنحاول نركز كلامنا النهاردة مش على مروان مراد ولا على شغله بره مصر وكده، هنركز مع بعض على الفنان مروان مراد بيعمل ايه دلوقتي لمصر. خلاص، احنا جهزنا حاجه للفنان مراد مراد. مروان مراد سوري. معلش. الاعداد جاهزه، هنعرضها لحضرتك على بال ما انت تجهز لنا حاجه بقى. ماشي. جميل. تحت امرك. ربنا يخليك. اتفضل. اتفضل. رجعنا لحضرتك تاني في الاغاني المصريه الجميله اللي بتنبض فينا الروح وما زالت يعني. عايزين نعرف بقى عن بدايه مروان مراد. هل بدات في مصر ولا بره مصر؟ استقريت هنا ورجعت لمصر تاني شبلي من مصر نورها. ربنا يخليك يا رب. تسلم. اقول لي حضرتك، انا لا، في الغنى انا بدات من في مرحله مبكره ايام الجامعه، ولكن يعني نزولا على رغبه والدي عليه رحمه الله انا بطلت الغنى واتجهت للشغل والعمل كراجل اعمال وكعمل اجتماعي بقى، وانتشرت شويه في مجتمعنا يعني. في مصر ولا في مصر؟ مصر. في مصر. بعد كده خرجت سافرت بقى بره، فتحت مكتب سياحه بره مصر، وكان ليا برضو مكتب استيراد تصدير يعني، كان في شويه بيزنس كده بسيط. فقعدت سنين طويله انا حنيت للغنى تاني، فبدات اغني بره مصر عن مصر. كانت سببها كانت السفاره المصريه عامله حفله وانا كنت ضيف فيها، وغنيت في الحفله ديت لمصر، وبدات من ساعتها في الامور بقى الجاليات العربيه والمصريه، وبعد كده بقى في شغل في الاماكن المتاحه، الكافيهات واماكن اللي فيها العمل بره، النيطات وكده يعني. تمام.
بدأ مروان مراد الغنى تاني من بره مصر، ينشأ من جديد. ينشأ من جديد، مروان يعود من جديد. يعود من جديد. بس شغل السياحة كان مستمر. طبعا ده أساسي، بس دلوقتي كان الغنى جانب السياحة. بالظبط. لقيت بقى واجهت صعوبات كتير في السياحة وفي الغنى بره مصر، ولا كان الجو كده متاح لحضرتك؟ والله مصر كلها بتواجه صعوبات دلوقتي في السياحة علشان الوباء العالمي، لكن إن شاء الله يمشي والعالم كله يرجع سياحة أحسن من الأول، وإن شاء الله تبقى السنة دي والسنين الجاية أحسن سنين مرت على مصر في السياحة بإذن الله، لأن المجهود اللي اتعمل في الست سبع سنين دولت تحت قيادة السيد الرئيس بصراحة غيرت شكل مصر، وحطت مصر في حتة تانية خالص على الخريطة العالمية، وعملت جذب سياحي وجذب استثماري جميل جداً، مش بس للمصريين المغتربين بره ورجال الاعمال، لا كمان عملت جذب سياحي لكل جنسيات العالم انه يجي مصر. مصر امان، مصر جميله، يعرف يعيش. وفي اماكن كتير في مصر دلوقتي يعني ارتقت للمستوى الاوروبي واعلى كمان مستوى الاوروبي حقيقي، يعني هي تطورات جميله نشكر سياده الرئيس عليها. طبعا طبعا. عايزين نعرف بقى من حضرتك ايه الكليبات اللي حضرتك. أقول لحضرتك إحنا الأيام ديت علشان إحنا أجواء حرب زي ما بيقولوا، إحنا مش في حالة حرب يعني ولا بنحب الحرب، لكن إذا فرض حرب فيروس يعني كلنا بنحارب، كلنا حرب يعني بالظبط يعني في حرب الفيروس وحرب السد، الله أعلم هتتم على إيه إن شاء الله. قضية دبلوماسية يعني دلوقتي شغالة لحد دلوقتي، السيد الرئيس صبره طويل جدا وعمال يعني جابهم يمين وشمال وشاهد عليهم العالم كله، لكن لو اضطررنا لذلك ما نعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده، لكن كل الناس عارفه ايه اللي هيحصل بعد كده اكيد لكن عشان كده قلت اليومين دولت اعمل ألبوم وطني. انا صحيح لما جيت اول ما رجعت عملت ديو مع الفنان الجميل مجد القاسم، بوجه له التحيه ربنا يديله الصحه يا رب، امير الرومانسيه اكيد طبعا. واعتقد ان في كليب معانا ممكن نشوفه للفنان جميل مجد القاسم، وحشونا حبايبنا، دي اول غنوه عملتها اول ما رجعت مصر. حاول الاعدادي ينزله لنا علشان خاطر كمان نشكره ونشكر حضرتك. ربنا يخليك يا رب. وحشونا حبايبنا، قلت دي حاجه ابدا لان بلدي وحشتني، تراب بلدي وحشني. عبم الاعدادي يجد الغنوه بتاعت وحشونا حبايبنا. على فكره يا جماعه احنا ما قعدناش مع بعض ولا عملنا اي حاجه، يعني سامحونا انا جاي من سفر فما لحقناش نظبط الامور شويه، لكن ان شاء الله يكون في حلقه يعني بعد كده اجمل من دي. ماشي، انتظرونا، هنطلع فاصل، انتظرونا بعد الفاصل. وحشونا حبايبنا. ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الاغنيه المؤثره اللي كلماتها جميله اللي جايه لي انا مخصوص النهارده اول مره تتعرض ليا من طبعا الفنان الكبير اللي منورني. ربنا يخليك من ذوقك، ما تحرمش منك ابدا. عايزه اعرف بقى، هل حضرتك وصلت لكل أحلامك ولا لسه في أحلام ناقصة عندك؟ الأول الإنسان بيحلم طول ما هو عايش، ولو بطلنا نحلم نموت. أكيد طبعا، لا بعد الشر، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك يا رب. فطول ما الإنسان عايش بيحلم أن يحقق حاجة بيوصل لها، بيحلم بحاجة تانية. لو بنتكلم على المجال الفني لا لسه طبعا لسه كتير، انا مش معروف في بلدي، مش مشهور في بلدي بالشكل اللي يرضيني ويرضي يعني غرور الفنان، يعني عشان الحياه بره وكده وشغلي بره السنين دي، لكن انا حابب اعمل حاجه. حلمي بقى دلوقتي على قد ما كنت حابب طبعا زي اي فنان يحب يتشهر، يحب حتى من ضمن الحلم الغنوه بتاعت مش كل الناس ديت، كنت اتمنى ان هي تنزل تتر مسلسل، وكنا عاملينها المسلسل بس ما توفقناش، مفيش نصيب في رمضان اللي فات، مش كل الناس طلعوا ولاد ناس. اعتقد الافيه حتى مع كل الساده المشاهدين اللي شايفينا في اي حته، كل واحد جاله دلوقتي في حد زي ما انت قلتي جايه لي بالظبط دلوقتي، كل واحد جاله في دماغه مش كل الناس طلعوا ولاد ناس. فعلا معاك حق يا مروان، صح؟ لسه كتير. طيب. لكن انا دلوقتي كل مرحله ليها حلم. حلمي دلوقتي اللي بقول لحضرتك ان انا الالبوم الجديد وده حصري للاستاذه دينا. تشرفنا بحضرتك النهارده ونورتني وشرفتني، والى هنا يكون نهايه حلقتنا. انتظرونا في نفس طيب الميعاد. وقبل ما اختم طبعا هنختم حلقتنا وختمها مسك، معلش في حلقه ثانيه لو نص دقيقه بس 30 ثانيه ما هي هننزلها هنختم بيها انت الهبه، اغنيه استاذنا هي الختام. نورتني النهارده.